السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة مصر المقاصة أمام الزمالك. الزمالك اليوم بإذن الله تعالى السبت 9/4/2022، مباراة مؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز. مصر المقاصة في مواجهة الزمالك اليوم بإذن الله تعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 11:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة للمباراة قناة أون تايم سبورتس اتش دي 2 أون تايم سبورت الثانية، والمعلق مؤمن حسن. ملعب المباراة استاد الكلية الحربية في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز. متابعينا الكرام، عندنا الزمالك حاليا في المركز الثاني برصيد 28 نقطة بعد ما لعب 12 مباراة. مصر المقاصة حاليا في المركز 17 قبل الأخير بتسع نقاط من 12 مباراة. أيضا اشترك في القناة وفعل زر الجرس لعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.